انت توقعاتك بقى ليه او تحضيراتك ايه لفرنسا المنتخب الاولمبي؟ والله احنا لسه يعني الاجنده الدوليه هتبدا شهر 9، فاحنا دلوقتي في اجازه وانا في فعاليات المهرجان. انا في اجازه دلوقتي. انا بحاول استمتع. انا بحاول اغش منك برضو. بحاول استمتع، فما فيش اي حاجه دلوقتي، والدوري خلاص بيخلص، فاحنا واخدين فتره راحه كده ونبدا نشتغل ان شاء الله. اكيد الاعداد هيبقى مختلف خالص عن الاعداد ما قبل افريقيا، لان انت هتقابلي مدارس في الاولمبياد، هتقابلي مدارس من اوروبا، هتقابلي مدارس من امريكا اللاتينيه، هتقابلي مدارس من امريكا الشماليه، هتقابلي مدارس من اسيا، فاذا لازم الاعداد بتاعنا يبقى اعداد شامل ونلعب كل المدارس دي ان شاء الله. استعين بلعيبه اكبر طبعا من سن 23 سنه، محمد صلاح، كاميلا. شرف كبير ان الواحد يعني واحد بقيمه محمد صلاح يبقى موجود معانا في الفرقه، وده نتمناه. انما الاوبشن بتاع الثلاث لعيبه، اكيد انا وجهه نظري الشخصيه لسه ما اتكلمناش كجهاز، انما هو ميزه بتاخدها الفرق، فليه لا يعني، ليه ما نستغلش الميزه دي؟ بالعكس، ويمكن الاولمبياد اللي فاتت انا كنت متواجد فيها الحمد لله برضو في طوكيو، كان استعنا بثلاثه كبار، كان الشناوي والوينش واحمد حجازي، والثلاثه فرقوا معانا بشكل كبير جدا وكانوا يعني عاملين شغل كويس. فاعتقد ان الثلاثه الكبار دايما بيبقوا مصدر يعني تألق ومصدر زياده للفريق.